السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستارت اب شو الحين العصير عبارة عن شو؟ الشبت اللي تعرفوه كويكلي اي دونت هاف تايم. الشبت هذا المتعارف عليه زين، وبقدونس وكزبرة، هذا كله شوف الربطة ربطة كربطة بربطته، هذا اليوم واحد حق فور وان داي از ات؟ يس. ها بهالطريقة يلا كويكلي نو تايم اي دونت هاف اني تايم. زين وهذا ها كزبرة؟ يس كزبرة اي فينيش تو بوت. حطيتي ذا كزبرة؟ Yes, I did. I put. Okay. ها وينحط فوقه خاشوقة جرف من الكبار. يلا كويكلي I don't have a time. وخاشوقة مورينجا بعد من الكبار. يلا كويكلي no time. وهذاك عصير لومي وعصير زنجبيل. عصير لومي وعصير زنجبيل. عصير لومي ينعصر لومي يتنعصر، والزنجبيل زنجبيل هذاك الصريح ينشرخ ويتصفى وينحط في هالماكينة. صبح على الريج مرة قول لي يا حبيبي بلا تمرتب شي يتصفى زي ما زين ينقلب يا حبيب النبي على الريج شوي تراه يلين البطن. والأخير أنواع المورينجا ترى من شرق آسيا اللي أعتقد 90% من الهند، نحن اللي نطلبه من الهند، حب نطلبه يطلبوا لي يا جماعة ويعطونا منه، يطلبوا حق عمارهم ويبوا لي. النوع هذا فيه صبار صح دواركا؟ صبار فيه هذاك نوع من انواع الصبار، بعد يجففونه يخلطون المورينجا، فاللي بيطلب اخير نوع اللي فيه الصبار. شوف غادي غادي رفيع وفنان ما شي شراته. يلا درنكت مي هي عيل يدي مسرع يا الزبد البارحه ها انت يلا بعد شوي بيجيكم زين. السلام عليكم أستاذ خالد، الحمد لله على سلامة أخويا صلاح، الحمد لله على سلامته، تحياتي من طوكيو. أنا أرويكم اليوم ريوقنا الله يحفظكم. ها صلاح تريقت أنت؟ لا شكرا. زين يعني هذا أبوي خبز مغربي وقلت يسمونه خبز مسخن مسمن، هذا مسمن كنت الأول آكله أنا في المغرب، فنان ولذيذ بعد شوي يفيد هينه دهن. الله يحفظكم هاي الله يستر عليها يا ابنها رايلها ويايبه هالهديه حق صلاح. صبحك الله بالخير بحكم النور ان شاء الله. يا ليت لو طاولين حسك على سبل نسمعك بدون اي مساعد بدون اي حد يساعدني. بدأت بالسويتات والكيكات، صففت الكيك بالضبط. بدأت اول شيء بهذا اللي هو الميني سويت رول. ايوه هذا يتم من 5 إلى 10 أيام وضمن لك الطعم ما يتغير ولا نكهة ولا أي شيء. هذا بنكهة الموكا ومحشي بالنتلة. ما شاء الله كل شغلك أنت. هذا شغلي أنا ما بشغل عمال والله العظيم والله الشاهد أنا لا عندي خدامة ولا عندي حد يساعدني. يساعدك الله سبحانه وتعالى. يوم يجيني طلبات أجيب أختي من بيت الوالدة تساعدني. زين وهذا؟ وهذا اللانكشير. وهذا اللانكشير فيه بالمربى وفيه بالنتلة. هذا شغل بيت بعد نفس الشيء شغلي واسويه فرش. وعندك هذا يا اخوي هذا البوتيفور، هذا كل تقريبا كثير ناس يعرفونه بس انا اتميز بالطحين. عندي سر في الطحين حقي ما شاء الله، هذا ما اقوله لحد. جزاك الله خير، هذا اضمن لك الطعم واضمن لك كل شيء. جزاك انا طال عمرك الحين قلتي لي؟ اخوي انا من العين. مرحبا بك. جاية هاني عشانك انت بسيارتي الخاصة. جزاك الله خير، مرحبا بك. انا شايفة كذا شخص من السوشيال ميديا مع سامعة عنك واتابعك سناب اول. جزاك الله خير، جزاك الله خير. ما طحت الا واجف ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. انا شغلة روحي انا اشوفه نظيف ورقمتك يبين عليها خدمة نظيفة وفنان وخدمة بيتوتية يعني. والاسعار الأسعار مميزة ضروري يا بنتي ضروري مميزة. إذا تبين الله سبحانه وتعالى يطرح لك البركة في رزقك وحلالك. الطمع الطمع أبدا ما بزين. لا والله كثر ما تروي أخذي فائدة مميزة. أخذي فائدة ما عليه لكن بالشيء المعقول. الناس اللي من غير حينة مش مليارديرية ولا بكل الناس عندها، في ناس أبوي يلا يلا يغطون مصاريفهم فلذاك يتهلعون يوم يشوفون شيء. الله إن شاء الله واللي يعرفني ومجرب شغلي والله العظيم الله الشاهد انه يطلب على طول بشكل متتالي الحمد لله وما اكسب خاطر حد. جزاك الله والله الشاهد يعني من كثر ما انا يعني مستانسه على شغلي انا اشتغل بمشاعر. جزاك الله الشاهد الطبق اطبخه بمشاعري وعواطفي. جزاك الله خير جزاك الله ان شاء الله اكون وصلت. الله يعافيك.
امبارح بدأت بالاشياء البسيطه، المعجنات البسيطه. ما في اشياء، لكن شغلتك كثيره كلها حلوي السويتات، لان ابداعي في السويت صار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، توكلي على الله. الحين ابوي بحط اعلانك واللي رب العالمين كاتب انه بيستوي. الله يسلمك يا رب. سلمي على هالبيتك وان شاء الله سلامه صلاه والله وتابعك اول باول. مرحبا 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 بك مرحبا بك. هذا ابو عيالك؟ ابو عيالك. والله والنعم مرحبا. شو اسمك انت؟ حمدي كثير. والله مرحبا مرحبا. صراحه تعرف هذا الريال؟ هذا من كثيري؟ ايه. يا الله يعافيك يحفظك. مرحبا بك وسهلا. يا الله يحفظك. مشكورين على الزياره. مرحبا مرحبا. يعطيكم العافيه. الله يحفظك. ليلس ساره والعرب. هذا حبيبي. ها كل حقك انت. ها حق صلاح. السلام عليكم بألف عافية يا أبو هي أبوي ما بالله صلاح. هذا خالد وصلاح. هذا كرت حقك وكرت حقي أنا. نزيل هاي ثلاثة حين غراش. نزيل أنا هنتين لأني أنا عود وأنت وحدة. أنت شو حين؟ أنا هنتين وأنت وحدة؟ شكرا. لا خليها خلي خليها خير. الحمد لله الحمد لله. يبي شيء ولا بتشيله شيء ولا شو شو يعني؟ لا بس ابي سلام وزينه. بارك الله فيك. مدام بخير؟ الحمد لله كلهم بخير؟ كله خير. الحمد لله تستاهلون. حياك الله. انا نسيت اسمك. يحيى يحيى. شو ياكل اول دب ممتن؟ لا هنا الحمد لله. والله بلت بسيت شويه تعبان ومريض بس. لا قبل انا اصير. ايه حنيت انت؟ ايه الحمد لله على السلامه. فاميلي هناك كله زين؟ الحمد لله كله الحمد لله تستاهل. في يعني كم 15 16 اليوم في مريض زياده. ليش؟ عشان في مصرات. ها 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 دبه. ايه دبه دبه دبه. ها صلاح تعرفه؟ ما اعرف هذا. هذا ما تعرف انت؟ لا. كيف ما تعرفه؟ جني. لا لا تقول جني عيب. هاي لين عندنا فقير. هذا؟ ايه 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 لازم ايه. امك عوش بنت سعيد بن احمد بن خلب بن خديه القبيسي وابوك احمد بن عبد الله الخالدي. وين بتيب ابوي؟ مخول بس صلاح اليوم ابوك ممزور اشوفه. يلا ها. اه قلت له شكرا. لا الروتي هذا مال المغرب. الروتي اللي خبزونه اليوم بيومه تخبزه الحرمه. وتخدمها النمونة. أنا شو خلي بشكارات تسوي طر اللي إياها طرف النص بأسم ما أدري شو يسمونه عادة. وفنان مفيد وترف وغاوي ولا شيء شراته. هذا كتب لي أكلها أبوي أنا ما أكل منه. ساعة ناكل والله تهلع ساعة لا. شو تسوي أنت بس يا تفنيال أنت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أقولكم الداعي أنا حين نقعت صايح عن العرس من أسبوعين كل يوم أغني كل يوم أغني. الما تقريبا ما يقارب 30 شاب بيتزوجون اليوم في في العرس الجماعي في ميلس المشرف في أبوظبي. ميلس المشرف عرس الجماعي في المشرف اليوم بين صلاة العصر والمغرب. الحاضر يعلم الغايب. الموقع المشرف ميلس واحد في المشرف ما بعشرة. ميلس المشرف الرئيسي اللي شارع الخليج العربي. قصد الدولة مسوي المجالس هذه ليش؟ لتوفير أعباء الزواج على المواطنين والأسر المواطنة اللي يعني ما يبي يسوي عليه الدولة وتقول إنه ضروري العيال يعرسون في الأعراس الجماعية على أساس الناس ترومتيهم. أساس الناس ترومتي. أتي حق عرس والناس أبوي ما تروم. كل حد يصير شرق وحد وغرب. فلذاك تيام عن الأعراس والقصد منهن أن العرب كلها تي في مكان واحد بدال كلنا أبوي في فلك يسبحون. فلذلك يمعون أبوي العرسان مرة واحدة. وهذا أبوي شيء من الحكومة وبدعم منها وبتوفيج من الله سبحانه. لحنا نقصنا ولا أهل الهوى زادوا. يلا يا أبوكم قلت أنا اللي ما بي عرسي عبارة عرسي يعني عرس ولدي عرسي. زين كلت لي كبدي الغلامة. ها اسمع كله ما ادري شو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الخبز المغربي اللي قلت لكم تخدمه الحرمه هذه. يلا عقي. هذا الطحين. هذا الطحين رقم واحد. عباره عن نص كيلو يمكن. وهذا بعد سميد. سميد الاصفر.
بعد نص كيلو. هذه خاشوقة سكر. خاشوقة سكر. خاشوقة ملح. خاشوقة ملح. اثنين خاشوقة كبار خمير. خمر. مع ماء. بس كذا. وهذا الماء. الماء على حسب الخليط. شوية لينة العجينة. بس تكون لينة ها؟ شوية. جمعنا العجين كذا. اللي حسك كذا ما اسمع. حطوا العجين تحت. هي شوية الماي. هي. بس نقطع كذا. زين. كمل المدة. لما نقطع. سميد. سميد. ثاني نفس العملية. يا بسرعة ترى دقيقة واحدة عندي لحقي علي. سوي كذا 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 كذا. بس يتجمع. أيوة. كذا. أيوة. يبقى 10 دقائق كذا عاد يتقرص. يتقرص. بس خلاص فكينا من هذا في حينه. بس لما يقعد 10 دقائق بعدين. كذا. بعد العشر دقائق وعقب تحطين ها هالنمونة لازم هالشكل صح؟ زين يلا عاد خلصي بس هالنمونة الفرن على 250 تحت ها؟ الفرن يكون شغال على 250 250 يكون حار شوية نزرعه الحين توهم من طرفينة أول البارحة من يومين نشتغل فيه والحين ياسين أبوي يخدمونه اليوم لا بكرة لا ورا بكره يكملون اسبوعين يندمرون عندنا ما ادري ايش ييهم اقولكم عاد لين نسير ونصب الدهنه وتخلص هاي يبالها على الاقل من يوم الى يومين ان شاء الله بنبتدي نوزع الطلبات من يوم الاحد والسبت هاي الدهنه للواد الخنين اللي ما شي شراته بالدنيا يلا هذا وزهب ترى الخبز يلا رقم واحد بس خلي صبري شو قال طريقتك لا في عيين ولا شياتها ويا القرص ترف أنا حبتي رقم واحد رقم واحد خفيف وطحينه مخلوط بين سميد وطحين رغب واحد وما بيجي لك داخل لا عين ولا شيء ترى ما تشوفه اسفنجي ولذيذ رقم واحد اخي يا ربوي من الصمون وغير صمون كل يوم يخدموا 3 و4 ويقولوا بعد يا حبيبنا شوف هالطريقه الواحد يوم بيعق البست ايش قال يا ربعه ايش قال تربيعه البست ايش قال تربيعه البست هذا اللي حفظكم البست ينقبطي هالطريقة زين هاي طريقة البشت ينحط الطرف الايمن في اليسار ها هاي طريقة خلص قبط هالنمونة هذا وجهه هذا ظهره لازم ظهر البشت ينقطع القطنة هذه ينحط عدال القيطان مال الكتف هالطريقة زين عقبها بهالطريقة يازم وجهه هالنمونة ويتكلف هالتكليف هذه رزة البست شفتوا هذا طريقته الصح لولايتية عدد والكم العرسان والمعازيم واللي بيشرفون واللي بيجون واللي واصلين واللي جايين يأدون واجب الوصول والتهنئة بزفاف 27 عريس مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة في ميلس المشرف رقم كبير لا غير معقول أنا ما كنت أتوقع 20-30 أميات آدمي أميات اللي عدد كبير أميات اللي وراء الكواليس اللي جهزون للعرس قبل الحشر بعشر من مدوهم يشتغلون بتنسي كل حد قابض مهره وكل شيء وشغل متعب يعني مش شيء بسيط يعني الله ياجرهم
وياجر كل من وقف وتعب وتعنى وخدم متعب الوقفة. انت الحين بتجهز عرس حق ولدك ولا اخوك ولا هالبيتك يوم واحد ولا يومين يعني عيست، ما بالك هذه مسؤولية يعني ما حد يروم عليها، مش اي حد يروم عليها، انك تجوز هالكثر آدمي في يوم واحد وتنسق الحفل وهالبرزيف والمجهوين والدنيا والمعازيم ودخول وخروج والفوايل والورو، يعني يبغي له جهد ويبغي له طاقات ويبغي له ترتيب ويبغي له يعني شغلة وايد متعبة. سبحان الله، ويعلى الله يحفظهم ويبارك فيهم ويطول بعمار إن شاء الله شيوخنا هم اللي ورا كل هالجهد الجبار، تنسيق منهم وبإعاز من الحكومة، يعني الله يديمها إن شاء الله علينا ويحفظ إن شاء الله الشيخ خليفة وعياله وإخوانه ويرحم موتانا موتى المسلمين، يبارك إن شاء الله العرسان والعرسان المستقبل ويطرح البركة إن شاء الله في ذريتهم، يرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. الحلو على ما تشوفون ما شيء يصير، وتعال وباكر ورا باكر ولا بتنصب الصبح ولا الضحى، هاي الساعة أبوي تنخدم، ها هاي الساعة. الحلو على ما تشوفون ما شيء يصير، وتعال وباكر ورا باكر ولا بتنصب الصبح ولا الضحى، هاي الساعة أبوي تنخدم، ها هاي الساعة. من زايد وعيال ويحافظ إن شاء الله الجميع، كله أبوي زاهب وكله هي والله وكله إن شاء الله وكله مرتب وكله غار وكله فن. من زايد وعيال ويحافظ إن شاء الله الجميع، كله أبوي زاهب وكله هي والله وكله إن شاء الله وكله مرتب وكله غاوي وكله فنان، كله أبوي مرتب وكله فنان وكله غاوي. ميلس شو السبب؟ لجل يوفرون العناء على المواطنين في الأحزان والأفراح والمناسبات والمحاضرات بين فترة وثانية، تلقط والله لو أنت ساير كل يوم في مكان كل يوم في مكان، هذا نفعت الميالس نفعت عربهم وايدة، افتكوا من الصدع والديانة من الجوجل عنك، من علمك وخبرك رزيفك مدخنك حلواك مايوبك قهوك مدخنك، يعني كل ما نشوب بهالمعاريس في بيوتهم الحين هبوية الحكومة كل متكفل تبه، من اكبر شيء مثل ما قالوا المصريين من الا في يزيره ولا في حاله، وين ما تصير يا المواطن تلقى طبوي كل يخدمك وكل يتمنى رضاك. شو السبب؟ الله مرزقنا بحكومه ما بالك نافعين من عقب الله، من عقب الله ما لنا الا حكومتنا قيادتنا هي اللي ابوي مخلتنا نحن لنا كيان وجود بين الشعوب وبين البلدان. انت ما تلاحظ وين ما تصير اي بلاد كلن يشارك بالبنان، انت بالامارات انت بالامارات كلن يشق، من يسمعون اسم الامارات شقوا كل هالعرب في اي بلاد ان كان. فكل ميلس من هالميالس الله يحفظكم اللي منتشره بين بوظبي والظفره والعين، في كل ميلس من هالميالس الموجوده في جميع المناطق هذه اشياء دخيل مش مخلفه لا هي من العادات ولا هي من التقاليد ولا هي من المذهب الحسن ولا هي من السلوكيات المتعارف عليها عند المواطن الإماراتي في جميع أنحاء الدولة. في أشياء دخيلة ينبغى أن العيال يذهبوا وين الحين حد من المحاضرة فيها تستفيد الطلبة، يستفيدون العيال يستفيدون الصغار يستفيدون جميع الفئات العمرية كلها تستفيد من المحزان والمناسبات والعزايم، حتى يوم حبي من السفر وبتستوي دائرة والناس بي ضيف، يعني هذا كله اللي تقوم بالأول الميالس الفردية في البيوت يعني تقوم بها منو؟ تقوم بها الميالس هذه الرئيسية اللي تشوفونها طولها طول وعرضها عرض في الأفراح والأحزان ووقت الضيف ووقت الأعياد ووقت المحاضرات ووقت يعني كل شيء منسق ومدروس وراها الشيء يعني المدبر هذا وراه أبوي أول ما يعلم تاريخ إلا الله سبحانه وتعالى. يزاهم الله خير كل من وقف واجتهد في نشر الوعي بين المواطن، أول ما يعلم تاريخ إلا الله سبحانه وتعالى. يزاهم الله خير كل من وقف واجتهد في نشر الوعي بين المواطنين والترتيب وروح المؤازرة وروح الزيارات وانك تزور الميالس هذا روحه شغلة. الله يحفظ ان شاء الله ابو خالد ويطول بعمره
ولي عهدنا الشيخ محمد بن زايد هو صاحب المبادرة، مبادرة المجالس في جميع أنحاء الدولة، في جميع أنحاء الدولة. والهدف منها هبل الهدف، وأهم الأهداف تجمع أهالي المنطقة في ميلس واحد، يتبادلون الحديث والآراء والأفكار. إن شاء الله حكومتنا حكومة وشعبا. أنا خصوصي هذا المعرس على حل. طيب والله مليون مرحبا بالمعرس. يا سلام يا سلام. وين ابوك؟ انا ما شفته. ما يهمك. مليون مرحبا بالمعرس. يا سلام يا سلام. وين ابوك؟ انا ما شفته. ما يهمك. إن شاء الله ويتمم عليهم على خير، يسعدهم يرزقهم إن شاء الله الذرية الصالحة يا رب العالمين. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا أبو عزيز على عرش الريال الطيب. الله يحفظك يبارك فيك يخليك إن شاء الله. يبارك للجميع إن شاء الله. عمرك يحفظك إن شاء الله يا ابن عزيز. أشوف أهلي وكاميرتك. لا يا تباركت يا بن نادر، تباركت. مبروك يا خلفان، مبروك. يعني الله يلحقنا خير في عيالك. يلا غ
غايته من عقب ما يظلم الوقت. يلا الله يبارك لك ان شاء الله يا هامل ويسعدك ان شاء الله. يلا الله ان شاء الله يحفظهم ان شاء الله اجمعين. هذا الفال لك ان شاء الله، الفال لك يا ابو يوهر، الفال لك ان شاء الله، الفال لك. عيزنا ونحن تريا عاده. تريا البشر. زين ايش عليه؟ هامل بن سند، هامل بن سند. الله يبارك فيك يحفظك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني الله يحفظ ويخلي ويطول بعمر كل من وصل ويا وعنا وبارك. يعني الله يحفظ ويخلي ويطول بعمر كل من وصل ويا وعنا وبارك. بالتليفون ولا بالوصلة ولا بالمسج ولا بأي طريقة من طرق التواصل. جزاه الله كل خير. الهواء مباشر هو على خمرة راسك نايم بوذيل مصطفى. الهواء مباشر هو على خمرة راسك نايم بوذيل مصطفى.
علي. إيه. الله يرفع إيه. من شانك ويحفظك ويخليك ان شاء الله بركة. يرفع من شانك. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. الله على طولة عمرك يا ابو يوهان. مشكورين علي. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. هذا بكبره شحم والحمد مرحبا. مبارك الله يبارك فيك ويحفظك ويخليك. لا 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 ويوم غير ما بيروقوني اليوم البيت. ما شاء الله اللي خاري اكثر عن اللي داخل عشرات الأضعاف.
الله أنا منك. مشكور مشكور علي يا أبو محمد. طارق الفندي صد يايل طارق. ما عليك خطب خطب ما عليك مني. تصورني. أحمد سلم على عمك. ما عليك خطب خطب ما عليك مني. تصورني. أحمد سلم على عمك. وامك عيال وابو يدك عيال عم. هيا ولدي احمد. سيب الراتب والخديه. شيخ الهيان الله يرضى فيه. فرحين العرب كلها اول عمره طول عمرك ان شاء الله من فرح لفرح يعلى الله طول عمرك وحفظك مشكور يا ابو سلطان. اللون الملكي شخصيه اجتماعيه مميزه الله يحفظه ان شاء الله يا جماعه الخير احبه في الله قبل ان اعرفه يعلى الله يبارك فيك خليك طول بعمرك خالد خالدي انا حطيت حسابه قبل ما اصلي يعلني ما بك حزن حبيبي الله يرضى عنك بتشوفون معنا بتسمعون رمسة ما حد يعرف طال عمرك وهو ما طيب بتحبون هالبحار البار ما شاء الله صلوا على النبي الله يحفظه ان شاء الله يخليك طول بعمرك ويحفظك يبارك فيك الله يخلينا عندي دوام ما ادري ست بكر اجازه اليوم يا ابو عيال عيالك حفظك ان شاء الله يخليك طول بعمرك علي الله يقطعنا موصلكم يخليكم ان شاء الله بالبركه ان شاء الله وتشوف الباقيين الله يحفظكم الله يبارك فيك شباب الله يحييكم ان شاء الله ناصر مرحبا ناصر احمد الله يخليك مبروك الله يمسك علي يا حبيبي ما شاء الله وايد عالم اول عزك اليوم وايد مبروكين الله يبارك فيك مشكورين 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 علي يا ما شاء الله تبارك الرحمن
هذا أظن العرس هذا يضرب الرقم القياسي في الجيم. لا لا ما شاء الله عالم عالم. الله يبارك فيك. يا رجال كنت جايني يميع المسجات من الأمهات ما ظهرت ولدنا وما ظهرت عدل قم عاد دور الولد منو ترى علينا ليلة هاي مرهرت يوم دور ظهر انت ايش بسوي عرفت اي واحد منهم هذا ها احسب من الحين رقم 4 هذا احمد بن خالد الحين وصلت ايوه هذا اللي خاري أكثر بعدهم الحين اللي وصلوا الرب الباقي ثلاثة أرباع بعدهم خاري العالم أمة لا إله إلا الله تبارك الرحمن اللهم لك الحمد. أجركم على هالتعب مشكور يا علي يا ولد الكمبني يا ولد الكمبني العود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تباركتوا خليفة وعلي تباركتوا يا خليفة تباركتوا يا علي هذا خليفة وتسير بن درويش أبوه أبوك الفنان وهذا ولدي أنا خالد أحمد بن خالد الله يبارك فيه بديت أبوك أنا الخوات اللي قام اشوفنا اخوتنا هذا ما واحد واحد ابي تقول ما اظهرتهم واحد ورا الثاني كل الخوات اللي قام اشوفنا اخوتنا هذا ما واحد واحد ابي تقول ما اظهرتهم واحد ورا الثاني تباركتوا مبروك يا سمي هامل مبروك يا سمي الطيب اللي هي الحياسة الحياسة ما تسوي حبل له بيض 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 تسوي بيض نعم عقب تسوي قريبوت عقب فيها البيضة لا هي يستوي فيها البيضة يستوي لكن ما صدنا شيء لا صدناها كاملة لا لا والله ما صدناها كامل لا ما باليد ما لنا نصيب اللي فيه نصيب عبد الله بن خميس بني رميدي عاد عندي بكم متى عاد من ايام دين تزايد على الله يحفظك الله يسلمك على الله يسلمك يطول العمر على الله يحفظك
عبد الله بن خميس بني رميدي هذا عندي بكم متى عاد من ايام دين تسايد على الله يحفظك على الله يسلمك يطول بعمرك على الله يحفظك مرحبا تحياتي واشواقي الف مبروك مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويكمل على خير ان شاء الله خليكم ان شاء الله مرحبا السلام عليك يا احمد مبروكين مبروكين الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا مرحبا يا مرحبا مرحبا بالنسيم الله يسلمك يحفظك يبارك فيك كيف حالك يا مرحبا هاي يعقوب يوسف سعيد ابو خالد نعم الحين كل حد يقول الفال سعيد متى ها قبل الجامعه لو عقب الجامعه صدق ولا رمسك زين ابوك يصورون العرسان معرس انا اقول معرس شكرا علي يا حبيبي انا خلاص بسلم الأربعاء أعتقد اللي خطأ نعم يوم الأربعاء لا والله يوم الخميس مبارك مبارك إن شاء الله الله يطول بعمرك سن الله عزاك أخوك وعلى الله يطول بعمرك الله لا يخلينا منك مشكور علي أدري بظرفك وأدري بعلمك وأدري بعمرك يا خير أنت وافي الله يرحم والديك الله يرحم والديك ويخليك مع السلامة شوف عيال عيالك حاضر العرب الأفراح تحضر أفراحهم وإحزانهم وإن يا فرح كل هيت وإن يا حزن كل هيت وإن يا حاضر العرب الأفراح تحضر أفراحهم وإحزانهم وإن يا فرح كل هيت وإن يا حزن كل هيت وإن يا بن زايد بن سلطان آل نهيان ممثل رئيس الدولة على الله يحفظه يطول بعمره مشكورين علي لا خلا ولا عدم يا الله يحفظكم شكرا حبيبي يا الله يطول بعمره يحفظك ويخليك ان شاء الله ولا يقطعنا موصلك انت ما تم انت عاد انت عاد انت عجيد قوم الصلاه محينه عجيد القوم مالهم ما حد ابويك حتى الاوليين كلهم انت اللي باجي الا الله يطول بعمرك ويخليك ان شاء الله
يقولون خليت حد ما صورته، درت عليكم واحد واحد. هذا اول واحد تبارك عليه انت، ولا ما بتيس كاميرا جداه. يعني الله يحفظكم يبارك فيكم يفرحكم ان شاء الله. اليوم دوم سؤال واحد، يلا اسال. بغض النظر عن خالد الخالدي، شعورك كأب ودك اليوم عرس. يلا بلي سمونه وانقذ، ما بالك بسمونه. الصوره الجماعيه عاد يشوف محمد صدياي. سوي عليك اكبر زوم. ما يصير يا اخوي الفال لك ان شاء الله يهزع الفال لك. مرحبا ابو ناصر، مرحبا الساعه. اكوني ورا ابو ناصر، ما عليك ابو ناصر. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يبارك لك. الله يبارك فيك ان شاء الله يا ابو. ابو ناصر الله يبارك فيك يطول بعمرك. ابو ناصر هذاك وين ناس وين نادر؟ وين؟ نادر هناك وين جالس؟ من هناك؟ اي اي. يلا هزع. مسكين عليا شكرا يا الياب. الله يطول عمرك ويحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك يرفع مشانك. مسكين عليا شكرا يا الياب. الله يطول عمرك ويحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك يرفع مشانك. ممنوع احمد حبيبي، ممنوع اي عدال كله بخت عيني، بس العرسان. لا خلينا من ابوك نادر نحن. اديت شد ابوك انا. بعطيك المشت السنين الثانيه. الله يبارك لك. الله يبارك لكم ان شاء الله. قال ما شاء الله. الله يبارك لكم. بعد شو الحال؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. صور سناب هو. شحالك حبيبي؟ يلا يلا سيروا هناك. سيروا وين سير؟ سيروا هناك. ممنوع. لا مصور. مرحبا. لا حول. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك فيك حفظك. بارك فيك. في صوره هنا عند محمد. تعال عيسى هناك بعد. تعال عيسى بصورك. تعال من الله يعافيك ابو عمر. الله يعافيك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. باكر يا ابو عمر. شو باكر؟ شو عندك باكر؟ باكر حفله احترافيه في البيت. مسوي غزل جديد هذا البشت. لا مسوي لنا واحد الله يرحمه توفى. هي مسوي لنا.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت اصدقاء اصدقاء الطفوله يعني الله يحفظكم. لا تصف فيهم بعد انت. لا 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 ارحب بكم هلا باقي بس انتم. بارك ان شاء الله بالبارك بارك الله يبارك فيك. مشكور يا ابو مطر مشكور مشكور علي مشكور علي محمد ابراهيم. انت احلى عريس. دراني الحين اصبرك انت ويا ليش الحين بصور المعرس انت الحين شوف كذا مرحبا يا رب اسمي هالرجال ملك الاعراس ما شاء الله عليه على الله يحفظه قبايل الحين خلاص الحين عندك الثانيه بس ناكل بس ها الثانيه عندك حبيبي الله يبارك فيك. انا ما قلت لك لا انا قلت لك بتروع على سمونه يسوون يسمونه انت انا ما يخصني هايك بسوي تي انت انا ما يخصني هي قايله شوف تعال كلكم يلا اول شوف واحد واحد فيهم اصبر اول شو اسمك انت محمد ماجد محمد خلفان المصوري ما شاء الله وانت شي ماجد اسمه ديسر والنعم وانت خليفه علي خليفه يلا تعال انت يا عندنا قريبه احمد قريبه قلبوت والنعم تعال انت وانت زاوية سلطان علي محمد خير حي القبيس والله والنعم والنعم تعال تعال هيا شو تقرب لك يدتي يد ما كذبت يدت ابوك يدت ابوي هي يدت ابوك هل يدت لا يدت ابوي سلموا سلموا على اهالي يدكم كلكم انت قول سلم على يدك كل هيه قول هاي سلم عليه شيارك الاول خالد في مدينة زايد الاول سلم على يدك سلام كثير وعلى وعلى عيال عمومك منو عمومك انت عمي خير وعمي محمد وحي وعيسى ما شاء الله ما شاء الله رد رد سلام عليهم كلهم تيايين تبارتون زين يلا زايد والله والنعم خليل والنعم محمد والله والنعم محمد وخليفة المعرض ما صنع اللي فيه UAE مبروك 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 عبد خالد الكالدي مبروك مبروك from me so lovely lovely thing to get UAE مبروك 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 عبد خالد الكالدي مبروك مبروك from me so lovely lovely thing to get خالد الخالدي هناك انا ومنذر بس ما قدرنا نحصل باركينج لحظه شوي لحظه هذا ومنذر جايينك عاني اصبر اصبر ولا تبندون وهناك ما لقينا منذر المهم الف مبروك على زواج الولد يوم الهي ولا يوم لا زين لا عشان بس ما منذر جاي نادي ثاني جاي لا هو ما يشجع هو يشجع العين هو عيناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جيت البيت ولن أبوي مريود الدنيا هاي كلها هذا من عند مكان واحد هذا مكان واحد جنة وهذا بعد سنتين هنتين كبار بعد مكان وهاي الأربع أبوي حرارات بعد من الكبار بعد من مكان مريود الحيط الشيبة جنة وهذا الأبيع لا شغلها غاوي كدي أبيع قبل مدة يا بني زهم الله خير ما قصروا الله يحفظكم اسم حلويات بيوتي طرشين هاي اللي تشوفون الداخل ليتي الصالق مبروك للمعرس احمد خالد الخالدي هذا براون وهذا اخي قهواتي البني الغامق والبني المحروق وهذا بعد ما قيل الف مبروك شوكولاته بيتوتي ألف مبروك شوكولاتة بيتوتي بارشين هذا ما شيء وين كرتم هي هذا بوي كرتم ها عبارة أصوره بارشين ها لازم بنصوره لازم يبقى له صورة روح غير بعد من غير هالفيديوهات يبقى له صورة هروح هشغله يلا مشكورين أبوي اللي درشتوا هذا الدنيا كلها بارك الله